السلام عليكم، أنا توفيق فانوس. هذا الدرس عبارة عن تكملة للدرس الثاني، الدرس الأولاني بالأصح، اللي صممنا فيه صاروخ وأرضية وعملنا فيه نار مشان كأنه الصاروخ عم بنطلق من الأرضية بيطلع لفوق وبيختفي. طبعا لما يختفي هون نحن رح نعمل انفجار. طيب خلينا نرجع لل49 لحد ما كان الصاروخ بعده ظاهر، وراح ننتقل لمشهد جانبي. طبعا لازم نعمل نكبس على مثلا هون الفيو كان برسبكتيف، بدنا نعمله ارثوغرافيك اللي هو بيخليها خليني هون افرجيكم الفرق بين التنتين. شايفين انه الـ بيكون البعيد مثلا اصغر من القريب، مثل perspective. البرسبكتيف ما بعرف احكيها بطلاقه. المهم الارثوغرافيك مثل مقطع، بيكون البعيد قد القريب. يعني اذا بتقيس هاد بتقيس هاد بيكون نفس المسافه، مع انه في مبين انه بيختلف. فنحن راح نحطه على الارثوغرافيك وراح نكبس على المنظر الجانبي. هون راح نضيف، طبعا لازم تتأكد انه ما تكون محدد اي اشي، تكبس A، تكبس A مرة تانية بحدد لك كل اشي، فبتقيم تكبس A مرة تانية بيقوم بلغي التحديد. فهلأ انت بتكبس Shift A وبتحط UV Sphere اللي هو بس كرة عادية. هاي الكرة العادية راح نحطها بداخل الصاروخ. طبعا هلأ نحن لازم نتأكد انه بداخل الصاروخ. بنروح على المشهد اللي من فوق وبنروح على المشهد اللي من تحت ومن قدام. هلا ملاحظين انه الكرة بالنص تماما وهي ما مرتبطة بأي اشي. فنحن اللي راح نعمله انه راح نحط particle system بالكرة هاي. راح نروح على الكرة معلمة مثل ما احنا عارفين، نروح على ال particles. خليني انا اشوف هون. هلا هون راح نضيف particles ل الكرة. طبعا هذه ال particles لازم نعمل لها تعديل بسيط. مثلا راح نحط هون، نخلي اللي عم بطلع من الكرة نخليه اقل كتير، خلينا نقول 500 بس. وراح يبدأ من الفريم رقم 50، طيب، وراح ينتهي بالفريم رقم 52. طيب خلينا نحن هون نشوف شو هدول الارقام اللي انا هلا حطيتهم. هون عم بقول لك انه بال 50 رح يبدا البارتيكلز ورح تنتهي بال 52. بس مثل ما احنا ملاحظين انه اذا بس كانت فريمين وبالقوه اللي مطبقه على البارتيكلز ما رح يطلعوا بشكل سلس. فنحن رح نغير القيم اللي موجوده علشان يكون مثل انفجار. طيب راح نروح هلا مره ثانيه على البارتيكل سيستم، وهون راح طبعا اللايف تايم خلينا نعمله بس 10. طيب هلا بدنا نروح على الفيلوسيتي اللي هو القوه او السرعه بالاصح، السرعه اللي عم تطلع منها البارتيكلز من الكره. وهون نحن مثل ما احنا عارفين انه المرة الماضية حطينا النورمالز هون 1، رح نغيرها هلا نعملها 30. طيب خلينا نشوف كيف رح يصير المشهد. هذا احنا بالضبط اللي بدنا اياه. طيب كله بصير، يعني ببدأ الانطلاق من 50 وبنتهي 52، بس البارتيكلز مثل ما احنا عارفين انه بتستمر لعشر فريمات، فراح يستمروا اللي صاروا معمول لهم كاريات راح يستمروا بالتحرك للفريم رقم 60، بعدين راح يختفوا. طيب هلا كل شيء تمام، المهم انه نتاكد انه الكره ما راح ينعمل لها رندر. فراح ننزل هون مثل ما عملنا بالمره الماضيه، تذكروا الاميتر، راح نقيمه وراح نعمل
كمان لون لل الانفجار. الانفجار خلينا نقول اللون حيكون أحمر بما أنه الصاروخ لونه أحمر، ورح نقيم اللمعان منه. طيب هلأ هون خلينا نرجع للمنظر اللي قبل. طيب خلينا نشوف إذا هذا تمام التمام، وإذا ما ظابط ممكن نغير المشهد. خلينا نشوف احنا هون مثلا شو بيصير. نغير اتجاه الكاميرا مشان تطلع على المشهد. بس ان روتيشن نعمله صفر. طيب وهون روتيشن كمان هذا بنعمله صفر. روتيشن نعمله صفر. خلي هذا 90. طيب هون عم نخلي الكاميرا تطلع على المشهد، فرح نعمل روتيشن على مشهد. خلي هذا واحد. وليش عم بعمل سكيل على الروتيشن على الزي؟ هون راح نحركها على الزي علشان تطلع على المشهد. خلينا نشوف اذا عم تطلع على المشهد. طيب هون راح نعمل رندر. ممتاز، هذا احنا اللي بدنا اياه بالضبط. الكرة اختفت، المسطح اختفى، الصاروخ اختفى. خلينا هلا نرجع مرة تانية لحتى تشوفوا المشهد بشكل جيد. تمام، خلينا نرجع بالكاميرا لورا، نعمل لها روتيشن كمان شوي. شوف هون اذا مبين الارضية، السما مبينة كتير. خلينا نرجع على ورا كمان هيك مثلا. طيب ممتاز، هلا كل شيء تمام. هلا اللي نحن بنقدر نعمله انه بنروح هون على الرندر ونعمل رندر انيميشن. طبعا هذا راح ياخذ وقت، راح احاول اعمل رندر انيميشن وبرفعه على الويب سايت مشان تشوفوا كيف الشكل رح يصير. وبتمنى انه اكون افادتكم بهالدرس هذا، وتابعونا بالدروس الثانية. شكراً.